بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي تمن بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم مثلا ذكرنا فيما مضى أن المقتول ميت بأجله، كذلك ذكرنا أن الأجل أجل واحد، ثم ذكرنا مسألة أن الحرام رزق، ثم بعده كل يستوفي رزق نفسه حلالا كان أو حراما، ولا يتصور ألا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه، ثم بعده قول المصنف والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. في هذه المسألة أيضا خلاف لبعض أهل البدع كما سيأتي. فذكر المصنف والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ما معنى الضلالة والهداية؟ هذا الذي ذكره الشارح بقوله بمعنى خلق الضلالة والاهتداء، يعني الضلالة والاهتداء كلاهما مما يخلقه الله سبحانه وتعالى، ليس من خلق العباد. هذا الهداية والضلالة ليس من خلق العباد، بل هما من خلق الله تعالى مما يخلقه الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر علته لأنه الخالق وحده، ذكرنا سابقا الخالق هو الله تعالى وحده، العباد ليسوا خالقين، بل العباد كاسبون مختارون فقط. ثم وفي التقييد بالمشيئة إشارة إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق، لأنه عام في حق الكل، ولا الإضلال عبارة عن وجدان العبد ضالا أو تسميته ضالا، إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله تعالى. نعم، ذكر المصنف حينما ذكر هذه المسألة مقيدا الإضلال والإهداء والهدية، الإضلال والهدية قيدهما بقوله من يشاء من يشاء، يعني الله تعالى يضل من يشاء أن يضله ومن يشاء أن يضله، كذلك يهدي من يشاء من يشاء أن يهديه، الله تعالى يريد أن يهديه يهديه، كذلك آخر يريد الله تعالى أن يضله يضله، هكذا. إذن وفي هذا التقييد بالمشيئة إشارة إلى ما إلى أنه ليس المراد بالهداية بيان طريق الحق، يعني الهداية
تطلق على هذا المعنى أيضا، تطلق على بيان طريق الحق، لكن ليس ذاك مرادا هنا. لماذا؟ لأنه عام في حق الكل. بيان طريق الحق بهذا المعنى الهداية عامة لجميع الكل في حق الكل، وهو لا يقيد بمن يشاء. يعني الله تعالى يبين طريق الحق لكافة المكلفين، لكافة المكلفين يبين طريق الحق، ليس بيان طريق الحق لمن يشاء فقط خاصة، بل يبين طريق الحق لجميع المكلفين. فإذن هذه الهداية لا تقيد بمن يشاء. ثم ولل الظلال عبارة أن في جدان العبد، يعني فيه إشارة إلى أنه ليس إلى أنه ليس الظلال عبارة، هذا ولل الظلال عطف على قوله ليس المراد. إذن ليس الظلال عبارة عن وجدان العبد ضالا. الظلال هذا الوزن يستعمل للنسبة، إذن أضل معناه وجد ضالا هكذا. كما يقال كذب فسق هكذا، ذاك يعني وزن فعل يستعمل للنسبة، هذا وزن فعل يستعمل للوجدان على هذه الصفة. فإذا هنا الإضلال يستعمل على معنى وجدان العبد ضالا، ليس ذاك مرادا هنا إلا. أو تسميته ضالا كذلك أضل بمعنى سمي ضالا، ليس ذاك مرادا هنا. ثم لو لم يكن هذه الأمور مرادا فماذا هو المراد بالضلال والهدي، أو المراد بالضلالة والاهتداء الهداية، سيبين الشارح فيما بعد إن شاء الله. نعم. أو تسميته ضالا، إذ لا معنى لتعليق ذلك بمشيئة الله. هذا وجدان العبد ضالا كذلك تسميته ضالا لا يتعلق، لا يعلق بمشيئة الله ولا يقيد بمشيئة الله. نعم. بل هذا الوجدان لو كان العبد اختار الضلالة صار ضالا، يعني يوجد ضالا هكذا. هذا وجدان العبد ضالا تابع أو مترتب على اختياره وكسبه الضلالة، لا يتعلق بمشيئة الله تعالى. كذلك تسميته ضالا أيضا هكذا. نعم، لو اختار العبد الضلالة وكسب فالناس يسمونه ضالا، يعني بسبب صدق هذا الاسم في حقه. وقد تضاف الهداية إلى النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام مجازا بطريق التسبب. فإذا قبل أن يبين ما معنى الضلالة والاهتداء ذكر الشارح ماذا أراد المصنف بقوله يضل ويهدي، هذا بمعنى خلق الضلالة والهداية. ثم بعده هناك إطلاق مجازي للإضلال والهدي، وهذا الذي يبين هنا. نعم، هذا الاستدراك كأنه جواب عن سؤال تقديره لو كانت الهداية عبارة عن خلق الاهتداء، يعني الإضلال الاهتداء هدي بمعنى خلق الاهتداء كما سبق، فكذلك الإضلال عبارة عن خلق الضلالة، فكيف إضافة الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف ينسب هذا الإضلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك الهداية تضاف إلى القرآن أيضا أحيانا، كيف تضاف؟ القرآن ليس خالقا والنبي صلى الله عليه وسلم ليس خالقا، وكيف يضاف الإضلال إلى الشيطان؟
وقد أضل كثيرا ذكره قاله سبحانه وتعالى في سورة ياسين. فإذن يضلال منسوب في هذه الآية إلى الشيطان. كذلك الهداية في بعض النصوص منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تنسب الهداية إلى القرآن. لو كان معنى الاهتداء خلق الهدي خلق الاهتداء، كذلك لو كان معنى الإضلال خلق الضلالة، فما معنى نسبة هذه الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن؟ فما معنى نسبة الإضلال إلى الشيطان؟ هكذا سؤال مقدر. أجاب عنه الشارح والطبرسان رحمة الله عليه بقوله نعم، قد تضاف الهداية إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجازا. والذي سبق من معنى الهداية والإضلال معنى حقيقي، إطلاق حقيقي، وهذا إطلاق مجازي بطريق التسبب. أي مجاز هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون سببا، القرآن يكون سببا، كذلك الشيطان سببا للضلالة. فإذا بطريق التسبب ينسب، كما تنسب إلى القرآن، وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازا. نعم، كل هذه الإطلاقات مجاز، كما يسند إلى الأصنام. الإضلال لا ينسب إلى الشيطان فقط، بل أحيانا ينسب إلى الأصنام. نعم، كل هذا مجاز. يعني هذه أسباب، الشيطان سبب للضلالة، الأصنام سبب للضلالة، كذلك القرآن سبب للهداية، النبي صلى الله عليه وسلم سبب للهداية. فإذا ينسب هذا إلى الأسباب. نعم، هذا إطلاق مجازي. أما ما ذكره من معنى الهدي والإضلال أولا هو إطلاق حقيقي. ثم المذكورة في كلام المشايخ أن الهداية عندنا خلق الاهتداء، ومثل هداه الله تعالى فلم يهتدي مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء. ثم المذكور في كلام المشايخ، يعني شرح الشارح هذا المتن، متن قول المصنف يضل من يشاء ويهدي من يشاء، بمعنى خلق الضلالة والاهتداء، فهذا هو مذكور في كلام المشايخ، لذلك اقتداء بهم شرحه هكذا، أن الهداية عندنا خلق الاهتداء، الإضلال عندنا خلق الضلالة. نعم، ثم المذكور في كلام المشايخ أيضا أن مثل هداه الله ولم يهتدي مجاز عن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء. يعني فيما سبق ذكرنا معنى الهداية بيان طريق الحق، وهذا ليس مرادا هنا في هذا المتن، لكن هكذا معنى للهداية، هكذا معنى للهداية، وهذا يكون مرادا في بعض النصوص. نعم، هذا الذي قال هداه الله فلم يهتدي. مثل هذا أيضا مجاز، يعني إطلاق مجازي، يعني هداه الله ما معناه؟ بيّن لهم طريق الحق، هذا هو الدلالة والدعوة إلى الاهتداء، بيّن لهم طريق الحق ودعاهم إليهم، دلهم عليه. ثم هل اهتدوا؟ هل اختاروا الهداية؟ هل كسبوا الهداية؟ لم يكسبوا ولم يختاروا ولم يهتدوا، هذا إطلاق آخر. إذن قولوا ثم وعند المعتزلة، ثم مثل هداه الله ولم يهتدي مجاز، هذا أيضا جواب عن سؤال مقدر، ما هو؟ أنه إذا كان الاهتداء والضلالة بخلق الله تعالى، فكيف يكون لقوله تعالى هداه الله فلم يهتدي معنا؟ كيف يكون لهذا معنى؟
لو كان معناه هداه الله خلق الاهتداء، ثم كيف يقال لم يهتدي؟ ما معناه؟ لأنه كان معناه حينئذ خلق فلم يخلق، لو خلق ينبغي أن يخلق. نعم. فأجاب بقوله أنه إنه مجاز، أي مجاز مرسل، من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم، لأن الدلالة والدعوة إلى الاهتداء لازم لخلق الاهتداء. نعم. فإذا هذا من قبيل مجاز المرسل، من كيف هذا؟ من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم، هذا المذكور هو ملزوم. نعم. ثم هكذا أجابه. ثم وعند المعتزلة، يعني ثم المذكور في كلام المشايخ أن الهداية عندنا خلق الاهتداء، وعند المعتزلة بيان طريق الصواب، بيان طريق الصواب، يعني عندهم هكذا، هذا هو الحقيقة عندهم، فهذا عندنا مجاز، يعني بيان طريق الحق، طريق الصواب، طريق الحق، معنى الهداية مجازا عندنا، وعند المعتزلة هذا معنى الهداية حقيقة وهو باطل، هذا لا يكون معناه حقيقة بل هو باطل، كون هذا معنى الهداية حقيقة باطل. لماذا؟ لقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت، وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لو كان معنى الهداية بيان طريق الصواب فيكون معنى قوله تعالى لا تهدي من أحببت، يعني لا تبين طريق الصواب لمن أحببت، فهذا فاسد، هذا باطل، بل بين الله سبحانه، بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق الصواب والحق لكل من أحب ولغير من أحب، في كل بينا. نعم. ولقوله عليه السلام كذلك سبب آخر لبطلان هذا المعنى الذي قال، ولقوله عليه السلام اللهم اهد قومي، مع أنه بين الطريق، بعد بيان الطريق ماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، اللهم اهد قومي، فإذا هذا الدعاء يدل على أن معنى الهداية غير بيان طريق الحق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن طريق الحق والصواب، بعد ذلك دعا بهذا الدعاء اللهم اهد قومي، فإذا هذه الهداية بمعنى آخر، يعني معنى الهداية في هذا الدعاء اللهم اخلق الهداية لقومي، هذا معناه كما ذكر مشايخ أهل السنة. نعم. ثم ودعاهم إلى الاهتداء، مع أنه بيّن الطريق ودعاهم إلى الاهتداء ثم دعا بهذا الدعاء، فإذا المذكور في هذا الدعاء ليس بمعنى بيان طريق الحق. هكذا يعني المذكور في كلام المشايخ، المذكور في كلام المشايخ من معنى الهداية عندنا وعند المعتزلة هكذا. ثم يذكر والمشهور، اعتفنا على قوله ثم المذكور، لأن المذكور هذا في كلام المشايخ لكن المشهور غيرهما. ما هو المشهور من معنى الهداية عند المعتزلة وعند أهل السنة؟ والمشهور أن الهداية عند المعتزلة هي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، هذا معنى الهداية عندهم مشهورة. ثم عندنا معنى الهداية عندنا معاشر أهل السنة الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب، سواء حصل الوصول والاهتداء أو لم يحصل، يعني معنى الهداية عند المعتزلة على المشهور يلزمه إيصاله إلى المطلوب، حصول الوصول والاهتداء لازم، أما
على المعنى المشهور عند أهل السنة لا يجب هذا الوصول إلى المقصود بل يكفي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب. فإذا هذا رجل يقوم هنا ثم يبين اذهب بهذا الطريق عند تصل إلى مقصودك هذا يكفي. أما معنى الهداية عند المعتزلة يجب أن يذهب هذا الدال مع هذا المدلول، يذهب معه ويوصله إلى مقصوده، يرافقه يوصله إلى المقصود، هذا هو عند المعتزلة. إذن ماذا أراد الشارح من هذا البيان ثم المذكور والمشهور وكذا؟ يعني هناك روايتان متعارضتان ظاهرا في معنى الهداية عند أهل السنة وعند المعتزلة. عند أهل السنة المذكور في كلام المشايخ ما معنى الهداية؟ خلق الاهتداء. المشهور ما هو؟ الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب، هكذا. أما عند المعتزلة فالمذكور في كلام المشايخ أن معنى الهداية بيان طريق الحق، أما المشهور فمعناه الدلالة الموصلة إلى المطلوب. أراد الشارح من هذا البيان الجمع بين روايتين متخالفتين في شأن الهداية، هكذا أقره كمال. نعم، إذن مراد الشارح الجمع بين أو بيان روايتين متخالفتين، أحدهما مشهورة والآخر يعني مذكور في كلام المشايخ. ثم مثلا وما هو الأصلح للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى، هكذا مسألة أخرى. يعني هنا المصنف يبين مسائل، مسألة على هدى على هدى، في هذه المسائل خلاف لبعض أهل البدع. ما هو الأصلح؟ ما يكون أصلح للعبد؟ هل يجب، هل هو واجب على الله تعالى أو لا؟ ليس بواجب على الله تعالى. المعتزلة قالوا هذا واجب على الله تعالى، هذا باطل. لماذا؟ هم ما فكروا ما معنى الوجوب في قولهم، قالوا هذا واجب على الله تعالى. نعم، كما يبين الشارح فيما بعد. وما هو الأصلح؟ يعني أمر هو أصلح أكثر صلاحا للعبد فليس ذلك بواجب على الله تعالى عند أهل الحق. نعم، وإلا يعني لو كان واجبا هناك يلزم كثير من المفاسد، لو كان واجبا يلزمه كثير من المفاسد، يعددها الشارح رحمه الله بقوله وإلا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة. يعني الكافر يكون معذبا في الدنيا والآخرة، كيف يعذب في الدنيا؟ بينه الكستلي في حاشيته بأنواع الآلام وأصناف الأسقام، هكذا تعذيبه بأنواع الآلام، يكون متعرضا للآلام كثيرا، كذلك للأسقام، هذا يكون مصابا بأسقام وآلام. وفي الآخرة كيف؟ بالخلود في نار الجحيم وشرب الغسلين والحميم، هكذا. فإن العدم أصلح له من الوجود من غير شبهة. فإذا هكذا ما يخلقه الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ بالنسبة إليه عدم خلقه هو الأصلح له. هذا كافر خلق، هذا الكافر خلق، كيف خلق؟ معذبا في الدنيا والآخرة. بالنسبة إلى حاله ما هو الأصلح؟ أصلح ألا يخلق، ألا يخلق، لو لم يخلق لا يعذب في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك قال لو كان واجبا لما خلق الكافر الفقير المعذب في الدنيا والآخرة، ولما كان له منة على العباد، كذلك هذا هو المفسد الثاني
لما كان له لا يكون لله سبحانه وتعالى منة على العباد. لو كان واجبا لا يكون منة، لو كان متفضلا يكون له منة. هؤلاء قالوا ليس منة بل واجب، فإذا لا يكون منة، لا يكون منة في أداء الواجب بل المنة في التفضل. نعم، كذلك استحقاق شكر في الهداية وإفاضة أنواع الخيرات. لا يكون له منة على العباد واستحقاق شكر، يعني لا يكون له استحقاق شكر. قوله استحقاق شكر عطف على قوله منة، فإذا لما كان له منة ولما كان له استحقاق شكر. الله تعالى لا يستحق الشكر في الهداية، لأجل الهداية لا يستحق الشكر، ولأجل إفاضة أنواع الخيرات الله سبحانه وتعالى يفيض على عباده أنواع من الخيرات، ومع ذلك لا يستحق الشكر. لماذا؟ لكونها لكون هذه الهداية وأنواع الخيرات كلها أداء للواجب. لو كان أداء للواجب فلا يستحق الشكر. نعم، هذا استحقاق الشكر لو كان هذا تفضلا. ولما كان امتنان الله على النبي صلى الله عليه وسلم فوق امتنانه على أبي جهل لعنه الله تعالى، إذ فعل بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له. كذلك لا يكون لله سبحانه وتعالى منة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق امتنانه على أبي جهل، يعني الله سبحانه وتعالى أنعم على نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بغاية كل نعمة. هكذا أما أبو جهل أنعم عليه بعض النعم فقط، هذا نسبي. نعم، فإذا يكون الامتنان سواء. لماذا؟ إذ فعل الله سبحانه وتعالى فعل بكل منهما، بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدوه أبي جهل، ماذا فعل بهما؟ بكل منهما غاية مقدوره من الأصلح له، يعني ما يكون أصلح له هو غاية مقدوره بالنسبة إلى أبي جهل. يكون الله تعالى عاجزا فوق بما فوق ما أنعم عليه، هكذا يكون المعنى. هذا فساد علي. كذلك فساد آخر، ولما كان لسؤال العصمة والتوفيق وكشف الضراء والبسط في الخصب والرخاء معنا، لا يكون لسؤال العصمة معنا. لماذا؟ الله تعالى يفعل بكل شيء بكل عبد أصلحه، يفعل بكل عبد أصلحه، فإذا لا يكون لسؤال العصمة من الذنوب معنا، لا يكون لسؤال التوفيق على العبادة معنا، لا يكون لسؤال كشف الضراء معنا، وكذلك لا يكون لسؤال البسط في الخصب والرخاء معنا، لا يكون معنا. لماذا؟ الله تعالى يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في العصمة والتوفيق والكشف وكشف الضراء والبسط في الخصب والرخاء، يفعل الأصلح، لا ينقص من الأصلح بشيء ولا يستطيع أن يزيد عليه، فإذا لا يكون لهذه الأدعية أو الأسئلة معنا، لأن ما لم يفعله في حق كل واحد وهو مفسدة له يجب على الله تعالى تركه، يعني ما فعله يكون أصلح على دعوة المعتزلة. إذن ما لم يفعله لا يكون أصلحا بل يكون مفسدة في حق هذا العبد، فإذن الله تعالى لم يعصم رجلا من المعاصي، فإذا في حقه عصمته من المعاصي مفسدة. لماذا؟ الذي فعله ألا يعصم، هذا هو الأصلح في حقه. وكذلك يعني بالنسبة إلى التوفيق، رجل وفقه الله سبحانه وتعالى لكثير من العبادات، فإذا أو لم يوفق، نعم لم يوفق له لكثير من العبادات، فإذا توفيقه لكثير من العبادات يكون مفسدة. لماذا؟ لأنه فعل، لأن فعله
عدم التوفيق ولا صلاح له، فإذا لا يغير عن هذا هكذا، يعني كشف الرأي والبسط كذا كذا. ثم ولما بقي، ثم مفسدة أخرى، ولما بقي في قدرة الله تعالى بالنسبة إلى مصالح العباد شيء إذ قد أتى بالواجب. الله تعالى يأتي بالواجب، فإذا لا يبقى في قدرته شيء من المصالح، هكذا يعني مفاسد كثيرة. كأن شارها عجز، يشعر بالعجز عن تعداد هذه المفاسد التي تترتب على هذه العقيدة الفاسدة الشنيعة، كأنه يعجز. هو عدد كثيرا، ثم يقول أخيرا: ولعمري أن مفاسد هذا الأصل، يعني وجوب الإصلاح، بل أكثر وصول المعتزلة ليس مفاسد هذا الأصل فقط، بل مفاسد أكثر وصول المعتزلة أظهر من أن يخفى وأكثر من أن يحصى. يعني مفاسد هذا الأصل وسائر وصول المعتزلة مفاسد أظهر من أن يخفى، لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد، أظهر من أن يخفى يخفى وأكثر من أن يحصى، هكذا مفاسد عديدة جدا غير محصى. إذن هو عدد أمثلة فقط، أولا كأنها أمثلة لهذه المفاسد الكثيرة، وذلك لماذا وقعوا في هذه المفاسد؟ لقصور نظرهم في المعارف الإلهية، يعني هم جاهلون في المعارف الإلهية. نعم. كذلك ورسوخ قياس الغائب على الشاهد في اتباعهم، كذلك هم قاسوا كثيرا، يعني هذا القياس، هذا طبيعة القياس الراسخة في تبائعهم، رسوخ يعني ثبوت قياس، هذا القياس ثابت وراسخ أين؟ في اتباعهم، في طبيعتهم. قياس الغائب على الشاهد، غائب المراد به الله سبحانه وتعالى وأمثاله، هنا مما يغيب عن يعني حضرة الخلق، ثم وغاية تشبثهم، كذلك لقصور نظرهم ورسوخ قياس الغائب، كذلك غاية تشبثهم، تشبث يعني التمسك بالذيل، بذيل الثوب، تمسك بذيل الثوب، كأنهم تمسكوا بذيل ثوب، في ذلك تشبثهم في ذلك أن الترك الأصلح يكون بخلا وسفها، هكذا في هذا بالنسبة إلى هذا الأصل، غاية تشبثهم في ذلك ماذا؟ ترك الأصلح يكون بخلا وسفها، هكذا هم ادعوا. هذه الدعوة أيضا مما ترتب على جهلهم بالمعارف الإلهية، هكذا. نعم. كذلك هذا أيضا مترتب على رسوخ هذا القياس في طبيعتهم، يعني الله تعالى لا يقاس على العباد، نعم، صفات الله تعالى لا تقاس على صفات العباد، هكذا. وجوابه، جواب يعني هذا التشبث ما هو؟ أن منع ما يكون حق المانع يكون محل عدل وحكمة، هكذا العبارة. ثم هناك جملة حالية بين يعني معترلة، جملة معترلة هنا، فهذه الجملة المعترلة هكذا: وقد ثبتت بالأدلة القاطعة كرمه وحكمته ولطفه وعلمه بالعواقب، وقد ثبتت بالأدلة القطعية، ماذا ثبتت بالأدلة القاطعة؟ كرمه سبحانه وتعالى، الله كريم، حكمته يعني وراء كل فعله حكمة، هو حكيم، كذلك هو لطيف بعباده، يعلم عواقب الأمور علما يقينيا قطعيا، هكذا هكذا ثبت. ثم ماذا يفعل الله سبحانه وتعالى؟ يمنع ما هو حق المانع، فهو عدل و محل عدل وحكمة، يكون حكمة يكون عدلا،
ثم ماذا يكون البخل والسفه؟ هذا منع ما يكون حق الممنوع. منع ما يكون حق الممنوع يكون بخلا وسفها هكذا وهكذا. وهنا ليس منع حق الممنوع بل منع ما هو حق المانع، يعني هذا الكرم وهذه النعمة وكل هذا حق لله سبحانه وتعالى. فإذا لو منع منه شيئا لعبد من عباده فهو عدل فقط وحكمة فقط. حكمة معناه يكون وراء هذا المنع حكمة بالغة إلهية لأجلها منعه سبحانه وتعالى، لم يمنع حقا من هذا العبد، يعني هذا عبد لا يستحق شيئا حقا واجبا، بل جميع النعم من فضل الله سبحانه وتعالى. وهذا قياس عند المعتزلة قياس الغائب على الشاهد، يعني لو منع زيد شيئا لعمر يكون هناك حالتان، إما يكون هذا الممنوع منه الذي منعه إما يكون حقا لزيد أو حقا لعمر. لو كان المنع حقا لزيد يكون هذا فضلا عدلا حكمة، والذي يمنعه من حقوق العمر يكون بخلا وظلما وسفها هكذا حالتان. في حق الله تعالى حالة واحدة، نعمة كلها ملك لله تعالى، لذلك لو أنعم بشيء وهو فضل من الله تعالى، لو منع عبدا شيئا من الفضل ماذا يكون عادلا هكذا، يكون وراءه حكمة. نعم، هذا هو الجواب. ثم ليت شعري، ما معنى ليت شعري؟ ما معنى وجوب الشيء؟ نعم، هم قالوا واجب على الله تعالى، الصلاح للعبد واجب على الله تعالى. هم لم يتفكروا ما معنى الوجوب. نسألهم، نلزمهم، نبين لهم فساده، يعني ما معنى الوجوب؟ الوجوب ما معنى وجوب الشيء على الله تعالى؟ إذا ليس معناه استحقاق تاركه الذم والعقاب، هكذا معنى للوجوب. تارك الواجب يستحق الذم في الدنيا والعقاب في الآخرة، هل هذا معنى الوجوب؟ وهو ظاهر، يعني هذا ليس مرادا، هذا ظاهر. لا يستحق الله سبحانه وتعالى ذما في الدنيا ولا عقابا في الآخرة، فإذا هذا ليس معنى الوجوب. ثم ولا لزوم صدوره عنه، ثم معنى الوجوب يعني الاضطرار بدون اختيار يصدر عنه، بدون اختيار يصدر عنه، هذا معنى هذا يعني اعتقاد الفلاسفة. الله سبحانه وتعالى أو عندهم يعني عبارات أخرى عن الخالق يعني الصانع، يصدر مصدر منه هذا العالم على طريق الوجوب، يعني على طريق بدون اختيار من الصانع، هكذا ذكر بعض المعتزلة. ممكن هؤلاء هكذا قال بعض الفلاسفة، نعم، هذا العالم صادر من الصانع على طريق الوجوب، يعني على طريق الضرورة بدون اختيار منه، هكذا قال بعض الفلاسفة. ممكن هؤلاء المعتزلة تأثروا بعقيدته كما تأثروا في كثير بعقيدتهم في كثير من المواضع، نعم كذلك في هذا. ثم ولا لزوم صدوره أنه بعيد لا يتمكن من الترك بناء على استلزامه محالا، وهذا أيضا ليس مرادا. لماذا؟ لأن المعتزلة هم قالوا هذا سفه وجهل وعبث وبخل ونحو ذلك، هكذا يعني يستلزم محالات كما قالوا، هم قالوا هكذا. فإذا لو كان مضطرا ولم يكن مختارا كيف يكون هذا سفها؟
متى يكون زبان لو تركه باختياره، متى يكون جهلا لو تركه باختياره، متى يكون عبثا بخلا لو تركه باختياره، لكن هذا لا يتمكن من تركه، فكيف يكون هذا سفها جهلا عبثا بخلا هكذا؟ نعم، لأنه رفض لقاعدة الاختيار، لذلك ليس هذا مرادا. ثم ومايل رفض لقاعدة الاختيار ومايل إلى الفلسفة الظاهرة العبار، عبار يعني العيب والقبح. نعم. ثم يعني مسائل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.